الدرس 23 سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه، قصة إسلامه، مناقبه وفضائله، موافقته للقرآن، مكانته العلمية. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغالي، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ لا والله، من قال هذا الكلام ليس عليه في هذا القول من عار، بل يرفع رأسه بهذا الكلام، وعلى من خالفه أن يقاطئ رأسه في التراب. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، ففي السنة السادسة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجل من قريش إلى جماعة من أصحابه ليشرب معهم الخمر، ولكنه لما جاءهم أو لما جاء إلى المكان الذي كانوا يجتمعون فيه لم يجد أحدا منهم، فقال هذا الرجل في نفسه: لعلي أذهب إلى البيت فأطوف سبعا أو سبعين، يعني سبعة أشواط أو 14 شوطة. يقول: فجئت البيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركن والمقام، الكعبة بين يديه وهو مستقبل الشام. يقول: فجئت فقلت أستمع قراءته، فاختبأت خلف الأستار فاستمعت قراءته، فرق قلبي لما سمعت، فجئته وبايعته على الإسلام. بعد ذلك ذهب هذا الرجل إلى رجل آخر يقال له جميل بن دراج الجمحي، وكان أنقل الحديث في قريش، أي هو الذي ينقل الحديث للناس. فذهب إليه فقال له: يا جميل، أتدري ما وقع؟ قال: وما وقع؟ قال: اتبعت محمدا. قال: صبأت، فخرج يجري إلى نوادي قريش يصيح فيها: صابأ عمر، صابأ عمر، وعمر خلفه يقول: كذب عدو الله بل أسلمت. فاجتمع إليه كفار مكة فصاروا يكلمونه ويكلمهم ويجادلونه ويجادلهم، حتى وقع العراك بينهم، فصاروا يضربونه ويضربهم، حتى ارتفعت الشمس إلى كبد السماء. بعد ذلك تعب، فصاروا يضربونه، فما أنقذه من بين أيديهم إلا رجل جاء إليهم وقال: ابتعدوا عنه، أتظنون أن بني عدي مسلموه لكم؟ دعوه فإني جار له. فإذا هو العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. ذلكم الرجل هو الذي استجاب الله تبارك وتعالى فيه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ذلكم عمر الفاروق، وتلك قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. منذ أسلم هذا الرجل
وصارت للمسلمين كلمة، وصارت قريش تقول عادلونا الآن، بعد أن كنا نغلبهم، بعد أن كنا نضطهدهم، الآن عادلونا، عندما أسلم هذا الرجل. ولذلك قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. فالشيطان يفر منه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له: أتصارعني؟ قال الإنسي: من أنت؟ قال: أنا من الجن، أتصارعني؟ قال: أصارعك. فصارعه، فصرع الإنسي الجني، فعجب الجني وقال له: غلبتني، لقد علمت الجن أني من أشدها، فصارعني الثانية. فصارعه الثانية فصرعه. فقيل لابن مسعود: من هذا الرجل؟ أهو عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في من سبقكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. مقام إبراهيم كان قريبا جدا من الكعبة، بل كان ملتصقا بها، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخرته قليلا. فأخره صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله له. ثم قال عمر: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما أسر أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنع بهم، فأشار عليه أبو بكر أن يخلي سبيلهم بمقابل أو بدون مقابل، وقال له: إنهم أهلك وبنو عمك. فاستشار عمر، فأشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، وبين الله تبارك وتعالى له رأي عمر، وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات الحجاب. هذا الرجل موفق، وافق ربه تبارك وتعالى في هذه الأمور وفي غيرها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فتذكرت غيرتك يا عمر، فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر
قيل ثم أنت؟ قال ثم عمر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وكان عمر رضي الله عنه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلمهم على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا وما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. متفق عليه. وجميع الأحاديث التي مرت هي في الصحيحين أو في أحدهما، ما عدا أثر عبد الله بن مسعود الذي فيه مصارعة عمر للجني، فهذا أخرجه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، أي قمصان، يقول منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. قالوا يا رسول الله وما أولت ذلك؟ قال الدين. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله.